طيب الذكر دائما وطيب الحضور دائما. كابتننا الكبير كابتن ميمي عبد الرازق ضيفي في هذه الفقره. كابتن ميمي منور الدنيا كالعاده. ده نورك يا استاذ كريم، وانت عارف ان تمام اللي ببقى سعيد لما ببقى معاك والله غالي عليا. وهو هكرر اللي كنت بقوله لك قبل ما نخش الهوا، كابتن ميمي ضيف مميز في حاجتين، انك بتاخد منه كوره، بتاخد منه علم يعني، وفي نفس الوقت بتستمتع باللقاء دائما سواء كمشاهد او كالعبد الله كمقدم لي البرنامج، فهو ضيف دايما عزيز وغالي جدا. كابتن الله يخليك، الله يخليك على المقدمه الجميله. ومناسبه اللي كنا بنقوله قبل ما نخش على الهواء، كان الكابتن ميمي كنا لسه بنتكلم على النادي الاهلي وما حدث في كاس العالم للانديه، وده هيكون سؤالي الاول لحضرتك. رايك ايه فيما قدمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ اولا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. النادي الاهلي كان بيلعب باسم مصر صح، مش باسم النادي الاهلي. ايوه، فبصراحه اي ظروف معينه او اي مشاكل معينه، لا ده بيلعب باسم مصر، وبعدين منظومه محترمه جدا. اتكلم بقى انا يعني بقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، تحس ان نادي ماشي بسيمتريه معينه بنظام معين. مهما كان حتى الناس، انا زعلت يومها لما نقضوا كولر في الماتش الثاني، ده غصب عنه. لان الترتيب بتاع اللي كنت سامعك قبل كده في حلقه، القرعه ظلمه. ان يجي الاهلي يلعب الجمعه مع اتحاد جده، طبعا كان جاي من راحه كويسه جدا، فعمل اداء غير عادي في ماتش اتحاد جده، فرقه مش سهله طبعا، فرقه قويه وسكواد عالي جدا صح، سكواد عالي جدا، وكانوا مميزين جدا في هذه المباراه. فلما تيجي النهار 48 ساعه ونفس التيم، وعمل بس روتيشن في لعيب واحد، فاكرم توفيق مع كوكا، وكوكا ده مستقبل مصر. وانا قلت عليه الكلام ده، انا فاكر في حلقه معاك صح، لما لعبوني في ماتش 25/7 مع النادي المصري، كان هو لعب بخمسه ناشئين وخمسه كبار قبل ما امشي من النادي المصري اخر مباراه بتاعه النادي الاهلي. ايوه فاكر كويس، قلت لي كوكا لعيب ده مستقبله كبير. قلت ده لعيب مستقبله، لعيب مميز، وبان برده امبارح من احسن لعيبه برده موجوده في الملعب صح. كوكا، فالماتش ده هو اللي فرق معاهم في الارهاق، لان هو بدا بطريقه برده، المدرب الثاني برده ذكي جدا. جابه هو ده، بدا بضغط عالي جدا، فطبعا انت عارف مساحات الملعب، وملعب كان عالمي، ملعب برضو السعوديه طبعا، نجيله طبيعيه ونجيله حاجه جميله جدا، فعمل ضغط عالي بكل قوته لمده 45 دقيقه واهدر اهداف في الكلام ده، فاستدرك. وبرضه ضربه الجزاء كان لها دور في تغيير الماتش، كان الماتش ممكن يوصل لاكسترا تايم مظبوط، حتى انا يوم يعني قلت يا رب الاهلي يكسب، لان انت عارف دلوقتي النور بيقطع كل ساعتين. عادي يعني زي من المنظومه بتاعه تخفيف الاحمال طبعا، فانا كنا عندنا من 8 ل 10، فانت عايزه الاهلي يخلص، عايز الاهلي يخلص قبل ما النور يقطع، عايز اتفرج على الماتش، عاوز اتفرج على الماتش كله طبعا. كامل، ففوجئت طبعا بالحاجه دي. يعني طبعا هو لما استريح بقى خد يوم زياده ورجع للتيم الاساسي اللي هو التيم بتاعه، هو نفس التيم في مباراه الاتحاد، مباراه الاتحاد لعب بنفس التشكيله في مباراه اوراوا الياباني، اوراوا الياباني بس في حاجه اخذ راحه يوم زياده، الاثنين لعب الجمعه. اليوم ده بيفرق يا كابتن مين؟ يفرق جامد جدا يفرق، عشان الناس بتتخيل يعني ايه الفرق يعني، لان هو عمل اصل في نقطه احنا ما كناش مثلا ايه متعودين، الموضوع دلوقتي اللي بيتعمل، واللي كنت سامعك مداخلتك مع الحاج عامر حسين، الجدول بعد كده لما يجي مدرب يخطط هيبقى الجدول صعب جدا في شهر فبراير صح، هيبقى كل 3 ايام عشان يقدر يخلص الدوري في ميعاده مظبوط، فهتبقى انت اللاعيبه انت عندك مثلا بتقيد 25 لعيب، فالثمان لعيبه دول دلوقتي بالنسبه لك بيبقوا ايه، انت مخرجهم بره، لا لازم برضو يبقى ليهم سيستم معين وتدريب مع مدرب الاحمال، وكنت سامعك انا الكلام ده اللي هو بيجهز فيه اللعيبه. فالنهارده الموضوع مهم قوي 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 قوي، فاليوم ده فرق معاه قوي، فعمل ماتش الاخير بتاع روح عملوا برضه حاجه عاليه جدا، وكان في لاعب مميز جدا 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 اعتبر من نجوم البطوله وجنده مجهول، ياسر ابراهيم صح صح 100% بصراحه، مع محمد هاني طبعا، مروان عطيه كمان عمل مباراه، مروان عطيه حاجه تفرح ده الجندي المجهول ده الجندي المجهول في الملعب ده، ده بيفكرك هو اسرع واقوى طبعا، ما طبعا في لعيبه كانت اجيال كبيره زي كابتن هادي خشبه خدت بالك، فمروان عطيه جند مجهول في الملعب. بيفكرك بمين مروان عطيه؟ يعني مروان عمل شغل جامد جدا 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 يعني في بصراحه في نص الملعب، وكورته سليمه يعني قريب برضو كان يعني هو قريب من هادي خشبه بس اسرع. اسرع واقوى وبيقطع وبيعمل شغل، وبرضو هو النهارده بقى مروان دلوقتي هيبقى في المنتخب لعيب اساسي. هيبقى في منتخب مصر لعيب اساسي. شايفه لعيب اساسي في منتخب مع احترامي. مع احترامي
بصراحه لاعب كويس جدا يعني. في محمد النني، حمدي فتحي، امام عاشور، وزيزو بيلعب في النصر دلوقتي. مع احترامي هو شايل امام عاشور. امام عاشور ماشي كويس زي ما انا قلت لك قبل كده، مكسب للنادي الاهلي طبعا، بس في فترات يعني، في فترات كمان كده امام ايه، لما تحس امام شويه تعالى على الكره في الميز باظ. النادي الاهلي المباراه الاخيره عمل حاجه جميله جدا، اللعبة كلها بتسند على بعض، اللعبة كلها بتسند على بعض، تلقى الكره مع علي معلول، تحت مروان عطيه، تحت مروان عطيه محمد عبد المنعم، جنب محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم مع محمد، مع هاني. الكابتن ميمي بيتكلم دلوقتي في تفاصيل كوره مهمه قوي يا جماعه، وده كنت لسه بقول لكم في المقدمه انه الكابتن ميمي عشان كمان راجل اكاديمي فبيتكلم بتفاصيل مهمه جدا. يعني ايه يسند لاعب على لاعب؟ انه المنظومه كلها تبقى سليمه، مش لعيبه كويسه وخلاص، لا، انه الفرقه كلها تبقى منظومه جيده. السند ده هو ان انا مثلا انا واقف دلوقتي جاي اقع، فبيجي النهارده استاذ كريم يسندني. ايوه، فهو لازم اللاعب اللي معاه الكوره بيسندوا واحد واثنين، مش بيسندوا وهو بيقع يعني، بيسندوا في اللعب بيسندوا يعني. في اللعب ما دي من ضمن الحاجات الخطط عندنا طبعا. يعني علي معلول مثلا في ناحيه الشمال على طول، تلقى مؤمن، تلقى مروان عطيه ساند على طول في اللعبه دي، ممكن حسين يرجع له شويه على طول اما يعمل مثلا لكهربا. كهربا بالنسبه له كراجل بيلعب بظهره للملعب، بيريح الكوره لورا. تلقى بيتستاو يعني، بيتستاو عمل حركه النهارده، كان بيتستاو في المكان ده كان لازم يبقى في الوينج رايت فاتح الملعب، لا قرا الضغط النهارده باربعه، دخل في المكان المناسب، محمد صلاح لما بيجي له الكوره دي بيحطها في اي زاويه من الزوايا، صح، هو شاطها بالنسبه له بقوه في النص، بقوه في نص الجون، هي بقى تاخد ايده وتاخد الجون كله، ايده بقى ما تاخدش ايده، وهو ركز في الحته دي بالنسبه له. فدي تحس النادي الاهلي يعني قرب، الناس ممكن تقول لك بتكلم كلام، لا، قرب من اسلوب مانشستر سيتي. الاهلي قرب من اسلوب مانشستر سيتي في الاستحواذ. وده اللي انا كنت برضو لاحظته وانا بلعبه، بالنسبه له كولر عنده الاستحواذ كتير، عنده الاستحواذ وتدوير الكوره، والكلام ده كان اصلا بيتعمل مع هولندا ايام رينزن برينك في 74، كانت اسمها الطاحونه الهولنديه، صح، هي من ساعتها اتسمت الطاحونه الهولنديه، اتسمت هان والمجموعه دي، تلقى اللعيبه كلها بتسند مع بعض. وبعدين كان فيهم ميزه، ما شفتش لعيب عمل ثلاث لمسات الا كان امام عاشور شويه. يعني ازاي؟ واحد اثنين لمسه ولعبه، اللي هو الاستلم الكوره في الاستحواذ، كان تحس كده اخد الكوره على طول، هو اخد القرار. لان النهارده يا استاذ كريم اللاعب بياخد قرارات، انت تعرف اللاعب ممكن ياخد في الماتش كام قرار؟ ازيد من 6000 قرار، ازيد من 6000 قرار. يعني في ابحاث اتعملت هذا الموضوع في ثانيه، جزء من الثانيه، لما عملوا التحليل في حضرتك في كاس العالم ايام مارادونا، اكتر لاعب مسك الكوره في الماتش بتاع انجلترا لما جاب الجول طبعا، طلع مسك الكوره طول ال 90 دقيقه دقيقتين ونص. مارادونا دقيقتين ونص طول 90 دقيقة. ده يدلك على ايه؟ لما تقيس كده لعيب، ما تجيب مروان عطية وتمسك له الستوب ووتش وتتلاقي استعمل الكورة بالنسبة له قد ايه؟ بالنسبة له جزء من الثانية على طول، واحد اثنين جزء من الثانية. لما تجمعهم بقى كلهم في لما تجمعهم كله ممكن يبقى ثلاث دقايق بالكتير. ده في ماتش معين بيتلعب تحليل، عرفت الماتش الفعلي داخل الملعب 40 دقيقة. دي قصة تانية بقى لما الكورة بتطلع كتير، لما الكورة بتطلع بره واللي ينام شوية. فالنادي الاهلي في المباريات دي بصراحه يعني بيقول لك البونزيه الرابعه، احنا زعلنا اللي كان ممكن، عاوزين نشوف قوته قدام مانشستر سيتي، والعالم كله اعترف بيه وهو برضو يعتبر بطل.